عندنا سبيشال تايب العفو عند تريك الله تيوب. أول محاضرة كانت طويلة كلش. المحاضرة الثانية سبيشال تايب أوف تيوب قالنا منها صفحتين. تايب أوف تيوب. المحاضرة الرابعة راح تصير ميكانيكال فنتيليشن ومود أوف فنتيليشن. أنا مختصر لك الميكانيكال فنتيليشن كله اللي هو كتب تحكي عليه. مختصرة سبعة أو 12. فمن راح تدخل وياي بالميكانيكال فنتيليشن وتسمع الحكي صدق تحسه زبده هيك فتشي مقدم لك على طبق من الذهب تشتغل عليه بالعنايه المركزه وتستفاد من عنده. بعدين ان شاء الله انا راح اوضح لك بعض التفاصيل بالعمليات شنو من افضل بالعنايه من افضل لان التفاصيل كانما واحد مدخلك صدق محاضره قيمه الى ابعد الحدود كلها بتشفه اليوتيوب والال ام اي والسبيشال اوف تايب اوف تيوب بتشفه الميكانيكال فنتيليشن والمود اوف فنتيليشن هو تشفه اخرى. انا متاكد انت سامعها من الاساتذه متاكد سامعها بالعنايه سامعها بالاجهزه سامعها بالتخدير سامعها بمواد اخرى راح بالمستشفى حاجي لك عليها بس راح تسمعها وياي حكي يكفي حكي ملخص باوع الحكي ملخص مال سنوات عمل بالعمليات والعنايه سنوات عمل بالتعليم سنوات عمل او مشاهده فيديوهات مال اساتذه كلش كبار باليوتيوب فهذا كل الملخص انا سويت لك اياه بثمان صفحات اسمه ميكانيكال فنتيليشن راح تستفاد من عنده ابعد الحدود وهن ذن المحاضرات اللي راح يدخلن بهذا الامتحان مال هذا الفصل واضح؟ نكمل محاضرتنا اليوم اللي هي وصلنا ليزر تيوب. ليزر تيوب بالحقيقه احنا صارت العمليات الجراح من حقه يشيل اورام المجرى التنفسي يشيلها سيرجيكالي يعني باي سيزر مثلا او نايف سيرجيكال جراحيا الجراح من حقه يشيل اورام المجرى التنفسي جراحيا بالعذاب راح ومن حقه يشيلها باي ليزر. اذا جبت مريض عنده ورم بالمجرى التنفسي ويريد يشيلها الجراح بالليزر وجبت تيوب عادي مالتنا هذا البي في سي وتنفخ الكف بهواء بغير راح تقب الوضعيه جوا تحترق اللاند وراح ديد مورتاليتي اي سي يو ديد المريض 100% ما بيها مجال لان ذولا بادي بروجنوسيس ما يعبرون اللي يتعرضون الى انهيليشن انجري اثناء سيرجري ما يعبرون. جماعه سووا وقالوا ما طول اكو هيك شيء لازم نسوي ليزر تيوب للعمليات الليزر. هذا الليزر تيوب مصنوع من ماده ضد الاجنس ليزر ريزيستنس للليزر يعني لو تجيب الليزر تسلطه من الصبح لليل على هذا التيوب ما يصير بيه شيء. هذا التيوب بعد بميزه اخرى شنو بي دبل كف طالما بي دبل كف اذا دبل باي هذا الكف بي من النفخه مو بهواء لان الهواء يساعد على الاشتعال. النفخه بمثيل بلو نورمال سلاين يعني نورمال سلاين ايش بيه؟ بي صبغه زرقاء. عندك ديستال كف البعيد عليك اللي هو صاير ديبلي اعمق وعندك بروكسيمال كف القريب عليك اللي هو صاير مو عميق شويه قريب عليك. اذا جرح بدون قصد الليزر ما تراح على الكف القريب عليك هو اول واحد راح يطخه راح يطق بالكف من يطق بالكف راح تطلع ماده صبغه راح يشوفها الجراح معناها الكف طق هاي انديكيت. بس راح تسالني انت بالعراق او اني يعني كمستوى المركز اللي اداوم بيه السنتر اللي اداوم بيه مشتغل ليزر تيوب العفو مشتغل ليزر سيرجري كل شيء هو مشتغل ليزر سيرجري عندك هذا النوع من التيوب لا ما عندي. هسه تقول لي شلون اشتغلت ليزر سيرجري بدون هذا التيوب ابو الدبل كاف ابو الليزر ريزيستنس ابو اللي يحميك اللي يحمي من الفاير والانهيليشن انجري والحرق. ارجع واقول سد الموبايلات اراكي تراديشنال ميثود اعتقد حكينا بهذا الموضوع. شنو العراقي تراديشنال ميثود الطريقه التقليديه العراقيه تجيب تيوب عادي وتجيب تروح لابو الاسواق تقول له اعطيني سيليفون مال دجاج وتجيب السيليفون تفر السيليفون على التيوب. هذا السيليفون العادي التصدير احنا مو التصدير هو هذا السيليفون تفر من الكف لحد الكونكتر. طبعا هي طريقه يعني غير نوت بروتكتد وما مثبت علمياً وطريقة يعني هيك مال واحد بس اللي يمشي شغل بس هي اشتغلنا بيها فترة سيء يعني ما صارت عندنا مشكلة. تيوب عادي تلف التيوب بشنو سيليفون وتحاول تسوي قدر الإمكان نان تروماتيك تحاول تسوي قدر الإمكان نان تروماتيك وتشتغل به.
هسه تقول لي الكاف بي من النفخة ما تنفخ بها ولا خطر، نفخة نورمال سيلاين أو حتى إذا مثيل بلو نورمال سيلاين، نورمال سيلاين هي صبغة زرقة. واضح شباب؟ هاي الطريقة اللي إحنا جاي نعتمدها في صالاتنا. جزء بغداد عندهم ليزر تيوب أنا ما شايف، ولا حتى من كنت بغداد ما شفت في اليوم استخدموا ليزر تيوب، أو بالأحرى أنا ما دخلت إيه أنتي سيرجري أو بلاستيك سيرجري مثلاً، أو سيرجري هي تشتغل بالإيرون في راسك مثلاً. فالطريقة اللي إحنا اعتمدناها بالسنتر مالتنا، إحنا نجيب تيوب عادي نلفه بسيليفون نسوي قدر الإمكان نانتروماتيك والكف والنفخة بنورمال سيلاين ونشتغل. هذا اللي موجود عندنا. أحد الأسئلة اللي جت على بالي بالأسابيع اللي العفو بالسنين السابقة، مرة من المرات جبت سؤال إذا أنت فصلت العمليات وجاء تشتغل ليزر سيرجري، وإذا صدم تشوف من الماوث يطلع وايت سموك دخان أبيض، شو تسوي؟ لا عندك أربع شغلات تسويهم، واحدة من عندهم صحيحة. أربع شغلات دقيقة. أول شغلة تجيب نورمال سيلاين وتسوي إيريجيشن للماوث، ترش نورمال سيلاين. النقطة الثانية تسوي ديسكونكت. النقطة الثالثة تسد الأكسجين، والنقطة الرابعة تسحب الإتيوب. من عندهم صحيحة؟ إذا أنت في يوم من الأيام صارت العمليات وجاي تشتغل ليزر سيرجري، وإذا فجأة طبعاً أكو شغلة تزتو يعني ما شايفين هذا الموضوع، الدخان الأبيض دائماً وراء حريق، هو الدخان الأسود بعد ما ينتهي الحريق، مو الدخان الأبيض بداية الحريق. فأنت من يطلع دخان أبيض من الماوث مال البيشن توقع وراء فاير إميديتلي قبل. فإذا أنت في يوم من الأيام داخل صالة العمليات وطلع وايت سموك دخان أبيض من الماوث مال البيشن، أربع خطوات واحدة من عندهم صحيحة، ترش نورمال سيلاين بالماوث، تسوي ديسكونكت، سد الأكسجين، تسحب التيوب. انتحار ولا بالمحاضرات؟ تسحب التيوب شباب. ليش تسحب التيوب؟ لأن بمعنى الكلمة هذا البي بي سي موع داخل الاير. انا بس ما ما بس الكونكتر موجود، بقية الشفت مال التيوب ما بايت سموك. شو تسوي؟ قبل اسحب التيوب لا تفكر، لان مو على التيوب بالايروي بعد صارت مشكله كبيره. طبعا هذا ريسك، والمرضى اللي يمرون هيك موقف يعني بعض البروجرس صراحه ما يحبون يدون يتوفوا، لان الموضوع كلش خطر. عندنا بعد تيوبين، يعني بس هيك معلومتين بسيطات. التيوب الاول هذا يسموه المثال اللي تقدر تعبر عن ال ار اي اللي يسموه انتيوبيشن لارنجل ماسك اير واي. بس منو عندنا اذا تذكرون انتيوبيشن الثاني مين احنا نقدر نعبر عن ال ار اي اذا تذكرون؟ نيزل نور ومايكرو لارنجل. بس هو الحقيقي هذا ما ليش تقدر تشتغل. التيوب الاخير يسموه هايو ايفاك تيوب، في تدميزه حلوه. شنو ميزة اكو فوق الكف؟ شنو؟ فتحة صغيرة فوق الكف. هذا يكون هذا البابل، هاي المورفي اي، هذا الكف اكو فتحة صغيرة. هاي الفتحة الصغيرة ممتدة على طول التيوب وجاية من النار، نعطيني مخرج هاي الفتحة الصغيرة. شنو فائدتها؟ سكشن بس. إذا عندنا اي امامي التيوب وهاي لو الباك تيوب، ذاك ميزة يعبر بالامامي، هذا ميزة يقدر يسوي سكشن.